اجتماعات كثيرة في عدن يعقدها الرئيس هادي، لماذا لا نجد لها أي نتائج على الأرض؟ هل سيكتفي الرئيس هادي بإبداء القلق كما قال في اجتماعه باللجنة الأمنية أمس؟ أم سيضع يده على الجرح ويبدأ بحل الاختلالات الجوهرية في عاصمته؟ أهلا بكم. عقد الرئيس هادي منذ عودته إلى عدن مطلع يونيو الماضي عشرات الاجتماعات مع أجهزة الدولة المختلفة، الأمن، الاقتصاد، القضاء، الخدمات وغيرها، لكن جانبا من وضع الناس لم يتحسن. الاغتيالات قائمة على قدم وساق جوار مقر إقامة الرئيس، والريال اليمني بلغ أسوأ حالاته وصولا إلى 520 ريال مقابل الدولار. لم تستطع اجتماعات الرئيس هادي بمحافظ البنك ووزارة المالية فرض حل عملي للأزمة. بالأمس قال الرئيس أمام ممثلي التحالف في عدن أنه يشعر بالقلق من استمرار مسلسل الاغتيالات وتدهور الوضع الأمني، فهل هذا القلق سيكون بداية حل للأزمة على الأرض؟ عودة الرئيس هادي لعدن حملت معها آمال الكثير من اليمنيين باتجاه تحسن الأوضاع في المناطق المحررة وتعزيز حضور الدولة فيها، لكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن. اجتماعات الرئيس هادي اليومية التي يعقدها مع قيادات الأجهزة الحكومية لم تفض إلى حل أي مشكلة مما تعانيه عدن عاصمة الشرعية. كما تلاحظون الأوضاع الأمنية في تدهور بشكل كبير في العاصمة المؤقتة عدن. بالأمس التقى الرئيس بوزير الداخلية وقادة المؤسسة الأمنية، هذا اللقاء عقد مثله قبل أكثر من أسبوع، لكن الاغتيالات لم تتوقف والأجهزة الأمنية لا تزال مزدوجة ولم يتم حل أي من الملفات الأمنية العالقة. على الصعيد الاقتصادي يعيش الريال اليمني أسوأ أيامه على الإطلاق، وفي نفس الوقت يلتقي هادي بمحافظ البنك المركزي وقيادة وزارتي المالية والتجارة، لكنه اجتماع مفرغ من أي خطوات عملية. إذن اجتماعات رئاسية يبدو أنها لتبادل الهموم الشخصية أكثر منها لحل مشاكل بلد يرزع تحت الحرب والمجاعة. لا يرى هؤلاء أنفسهم مسؤولين عما يحدث في البلد، ولا يبدو أنهم آخذين على عاتقهم إخراجه من الأزمة التي يعيشها. عند وصول هادي لعدن أعلنت الحكومة أنها ستعود بكامل قوامها إلى العاصمة عدن وممارسة عملها من هناك، لكن العديد من الوزارات لم تعد، والبعض يتواجد وزيرها في مقر معاشيق بلا مقر أو موظفين يديرون مهام الوزارة. تبدو الشرعية كما لو أنها تعمل ضد نفسها، ويبدو الرئيس مستمرا في مسلسل شرعنة اختطاف الدولة أو ما تبقى من شبحها. التحالف العربي أيضا يتواطأ مع أداء الشرعية الباهت في تقويض الدولة. السيطرة الإماراتية على الموانئ والمطارات في عدن وحقول النفط في شبوة وحضرموت، وسيطرة السعودية على الموانئ والمنشآت الحيوية في المهرة هي الأخرى تضع علامات استفهام حول أهداف التحالف في اليمن. وفي مواجهة المؤامرات الخارجية والعجز الداخلي يقف المواطن اليمني بلا سند ولا دولة ولا آمل للتغيير، في ظل ظروف مركبة أصبح فيها اليمن ميدانا لصراعات إقليمية ودولية خطيرة. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الإعلامي والناشط السياسي أكرم البجيري من عدن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير سيد أكرم. مساء النور. أهلا بك معنا أستاذ أكرم. وبداية يعني أخيرا أفصح الرئيس هادي عن موقفه من الانفلات والاختلالات الأمنية الموجودة في العاصمة المؤقتة عدن، برأيك لما تأخر موقف الرئيس هادي حتى الآن والتصريحي أيضا بعد كل هذه السنوات؟ في البداية دعيني أوضح أمر، أنا كنت أود أن ألغي هذه الحلقة وأود أن لا أظهر معكم حقيقة بسبب شخصي، وهو أنه بعد صلاة العشاء تمت عملية اغتيال للعميد ناصر مقريح بعد خروجه من المسجد. جئتكم وأنا لا أدري هل أعود إلى بيتي بعد أن أكمل هذه الحلقة أم لا، ودعت أهلي وأحبابي، ونحن للأسف الشديد نعيش في العاصمة المؤقتة للاغتيالات. هذا الوضع المخيف المغلق للقاية في العاصمة المؤقتة عدن لا يريد خطابات، لا يريد اجتماعات، بل يريد أعمالا واضحة على أرض الميدان. باسم هؤلاء الشهداء الذين يسقطون يوما بعد آخر، باسم الأيتام، باسم خطباء المساجد، باسم القادة العسكريين، نناشد الرئيس عبد الرب منصور هادي، نناشد قيادة التحالف
نناشد كل العقلاء في هذه العاصمة المؤقتة عدن. الناس تعبت والله، الناس تعبت، الناس أرهقت من هذا التفكير. كل يوم اقتيال، كل يوم كل يوم ترهق الأنفس، كل يوم هناك دماء، أنهار من الدماء تراق في العاصمة المؤقتة عدن. لاختلافات ربما علمنا بعضها وجهلنا بعضها، نقول لقيادة التحالف، للرئيس عبد ربه منصور هادي، للحكومة الشرعية، اتفقوا على أمر معين، لا تدخلوا الناس في صراعاتكم. تعبنا والله، هرمنا من هذا التعب النفسي اليومي. نسمع يوما اغتيال خطيب مسجد، ويوما قائد عسكري، ويوم قائد أمني. نناشدكم الله باسم هؤلاء الشهداء الذين يسقطون يوما بعد آخر، اتفقوا على كلمة، اجعلوا أمن العاصمة عدن يحكمها طرف ما، إما تحكمها الشرعية، وإما أن يحكمها التحالف، وإما أن يحكمها أي طرف آخر. أما أن نظل في هذا العبث الواضح يوما بعد آخر، فهذا شيء لا يرضي أحد أبدا على الإطلاق. نعم، أنا أتفق معك تماما أستاذ أكرم، وأقدر موقفك، ونحن نعيش نفس الألم الذي تشعر به الآن، وأسأل الله لك السلامة، وأن تتغمد الرحمة أرواح جميع الشهداء الذين رحلوا، ونتمنى أن تكون يعني آخر هذه الأحداث هي حادثة اليوم. يعني نحن حين نتحدث عن الموقف الأمني في عدن، لسنا ضد الشرعية، لسنا ضد من هم في عدن، نحن نتحدث كي نجد موقف صريح وواضح من الحكومة الشرعية تجاه كل ما يحدث. الإعلام يقف مع الرئيس هادي في طالما يعني سيتخذ موقف حقيقي. منذ 3 سنوات وعدن تعيش فوضى لا معقولة، هل هذا هو التحرير الذي أراده أبناء عدن؟ لا أظن ذلك. إذن حدثني أستاذ أكرم، وأنت تتحدث بهذه اللغة يعني المليئة بالألم، لما تأخر الرئيس هادي حتى اليوم ويتحدث أنه يشعر بالقلق تجاه ما يحدث؟ هل ننتظر موقف حاسم لكل ما يحدث؟ نتمنى موقف حاسم لوقف هذا العبث في العاصمة المؤقتة عدن. حقيقة الرئيس هادي لا يملك جهاز إداري أو من تحته، بعضهم لا يعمل مع الرئيس هادي بصدق وحقيقة. البعض منهم في الشرعية للأسف الشديد يعمل مع الرئيس هادي من أجل مصلحته الشخصية، والبعض يعمل من أجل مصلحته المناطقية. هناك قلة قليلة تعمل مع الرئيس هادي من أجل هذا الوطن، من أجل هذا اليمن الكبير. للأسف الشديد نحن أملنا بعد الله عز وجل متعلق بالرئيس هادي، هذا هو الأمل الأخير لنا بعد الله عز وجل، هو الرئيس عبد ربه منصور هادي. الناس تعبت للأسف الشديد. الرئيس هادي والحكومة الشرعية قبل عدة أيام وجهوا بعودة جميع الوزراء والوكلاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن لم نرى أحد عاد إلى العاصمة المؤقتة عدن. هناك للأسف الشديد ليس هناك جهاز أمني حقيقي في العاصمة المؤقتة عدن يمكن الاعتماد عليه. نحن خرجنا من بعد الحرب، وتسلم وزارة الداخلية الوزير حسين بن عرب، وتم إنشاء جهاز أمني على عجل، أغلبهم من الشباب الذين كانوا في المقاومة، من غير تأهيل، من غير تدريب، من غير معلوم، من غير أسس أمنية حقيقية. وللأسف كان هذا الفشل الأمني المريع الذي نحن اليوم ننتج ثماره في العاصمة المؤقتة عدن. ليس هناك غرفة عمليات مشتركة في العاصمة المؤقتة عدن، وهذه بحد ذاتها كارثة كبيرة. الكل يعمل في اتجاه معين، وزارة الداخلية تعمل في اتجاه معين، قيادة التحالف تعمل في اتجاه معين، الحزام الأمني يعمل في اتجاه معين. نناشد كل هذه الأطراف، والله تعبنا في العاصمة المؤقتة عدن، اتفقوا على أمر معين، اتفقوا على شيء يجنب الناس مزيدا من الإرهاق النفسي، يقف هذا العبث في هذه الدماء. برأيك أستاذ أكرم، ننتظر نتائج هذا الاجتماع قريبا في أرض الواقع. أستاذ أكرم، يعني لما لم تسلم عدن للحكومة الشرعية أمنيا وخدماتيا وكل شيء؟ يعني لما الإمارات ما زالت باقية منذ تحرير عدن حتى يستطيع شخص يخاطب جهة
معينة، كما تفضلت لا يوجد قرار موحد، وربما سيادة رئيس الوزراء تحدث في خطاباته مؤخرا أنه وحدة القرار السياسي تنتج عن وحدة القرار الأمني، وبالتالي يعني يمكن السيطرة على المشهد الأمني في عدن، لكن ما يحدث الآن هو عكس ذلك تماما. يعني ألا يعقل خلال هاتين السنتين أو ثلاث سنوات لم يكتشف بعد أن تعدد الأوامر السياسية والأمنية هو سبب كل ما يحدث؟ دعينا نكون صرحاء مع الناس أختي الكريمة. نعم. في العاصمة المؤقتة عدن من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى هي الحكومة الشرعية. نحن معترفين بالحكومة الشرعية، ونحن نعلم أنها الممثل للشعب اليمني، وهي الممثل للشرعية أمام المجتمع الدولي. هذه نقطة لا نختلف عليها أنا وأنت وربما السادة المشاهدين. فإذا هي من تتحمل المسؤولية. الحكومة الشرعية عليها أن تضغط في هذا الجانب، إما أن تضغط في هذا الجانب وتضبط الوضع الأمني والنسق الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، وإما أن تخرج إلينا إلى العلن بشكل واضح وصريح وتحدد من يعرقل إجراءات الحكومة الشرعية. نحن نعلم أن هناك أطراف لا تريد تواجد الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، ولا تريد أيضا تواجد الرئيس عبد الرب منصور هادي أيضا في العاصمة المؤقتة عدن، لأن تواجد الرئيس عبد الرب منصور هادي في العاصمة المؤقتة عدن يعطل جميع مشاريعهم التي يخططون لها. إذا ما دام أن هناك معرقل للحكومة الشرعية، لماذا الصمت من الحكومة الشرعية على هذا المعرقل؟ لماذا لا ترفع به إلى المجتمع الدولي، إلى مجلس الأمن، أن هذا يعرقل الجهود الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن؟ نعم، لكن يعني التقارير الدولية لم قد برأت ذمتها أمام الشعب، لكن الصمت الغريب من الحكومة الشرعية هو الذي يعني الحيرة. في كثير من التقارير الدولية تم ذكر الإمارات كمعطل للحكومة في عدن، وهناك مجموعة من الوزراء ربما تحدثوا بكل وضوح وصراحة أنهم لم يتمكنوا من فرض سيطرتهم كوزارات في عدن بسبب الإمارات، لكن المستغرب كما تفضلت هو صمت رئاسة الحكومة، صمت الرئاسة. يعني توقعنا ربما بخطاب الرئيس هادي أن يتحدث بوضوح أكثر عوضا عن أن يعلن عن قلقه شبيه بقلق بان كي مون ذات يوم. في الاجتماع الأخير للرئيس عبد الرب منصور هادي والذي عقد في البارحة، الاجتماع كان صريح وشفاف، وذكر الرئيس عدة نقاط، منها موضوع الاغتيالات، كذلك منها موضوع التجاوزات الأمنية في أرض الواقع، كذلك منها المداهمات من غير مستند قانوني. في كثير من الأمور الرئيس هادي صريح فيها وصارح فيها قيادة التحالف في العاصمة المؤقتة عدن. هنا يأتي الدور الفعلي على الحكومة الشرعية، ممثلة في رئاسة الوزراء وممثلة كذلك في وزير الداخلية. على هؤلاء أن يضبطوا النسق الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، وأن يعملوا على توحيد الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. نحن نعلم هناك كثير من التصريحات، هناك كثير من الاجتماعات، هناك كثير من الخطابات، لكن لا نرى فعلا أمنيا حقيقيا. ما معنى فعلا أمنيا حقيقيا؟ أن يكون هناك جهاز أمن قومي حقيقي فعال في أرض الواقع، أن يكون هناك جهاز أمن سياسي فعال في أرض الواقع، أن تكون هناك أجهزة أمنية مدربة على مدربة تدريب أمني علمي صحيح للتعامل مع كل هذه الظواهر والاختلالات الأمنية في أرض الواقع. لكن كل هذا لا يتم في العاصمة المؤقتة عدن. في العاصمة المؤقتة عدن عبث أمني لا ندري من المستفيد من هذا العبث في العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحكومة الشرعية تتحمل بالدرجة الأولى هي المسؤولة، وعلى الحكومة الشرعية أن تخاطب التحالف خطاب صريح، أن تخاطبه بأن يدعمها في الجانب الأمني. إذا لم يدعمها في الجانب الأمني التحالف، أو أن هناك أطراف في التحالف لا يريد تواجد الحكومة الشرعية، على الحكومة الشرعية أن تتخذ خطواتها وإجراءاتها للتصعيد. نحن رأينا كيف صعدت الحكومة الشرعية في ملف سقطرى وكثير من الملفات، في ملف التفاوض مع المبعوث الأممي، رأينا كيف فرضت الحكومة الشرعية نفسها
ألا تستطيع الحكومة الشرعية أن تفرض نفسها في الجانب الأمني في العاصمة المؤقتة عدن؟ بلى، لكن الرئيس هادي محتاج، الرئيس هادي محتاج في العاصمة المؤقتة عدن إلى رجال أوفياء يعملون مع اليمن الاتحادي ومشروعه، لا مع مشاريعهم الخاصة أو مشاريعهم التي مرتبطة بدول كبيرة، ولا تقدم الحكومة الشرعية واليمن الاتحادي الذي اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار. إذا اسمح لنا أستاذ أكرم أن ينضم معنا عبر سكايب المحلل السياسي إبراهيم القاطبي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. اهلا وسهلا ومساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. اهلا بك استاذ ابراهيم. اذا الرئيس هادي التقى عدد من قيادات من مؤسسات الدوله اليمنيه، ولكن بطبيعه الحال ما هي الخطوات برايك التي تمت حتى الان حتى نستطيع القول يعني بفائده مثل هذه الاجتماعات خاصه على صعيد البنى التحتيه والمقرات الحكوميه في العاصمه المؤقته عدن؟ اصلا لا يوجد الان خطوات حقيقيه على الارض يلتمسها بشكل مباشر المواطن العادي. الرئيس بحاجه الى تفعيل مؤسسات الدوله وبالذات المؤسسات الامنيه والتنمويه، وبحاجه الى يعني حزم امني حقيقه في محافظه في العاصمه المؤقته عدن، وهذا يحتاج اولا الى حث التحالف العربي على اخراج المؤسسات او الميليشيات الحزام الامني من العاصمه عدن، لانها جزء من المعرقل الأمني داخل هذه العاصمة المؤقتة. نحن بحاجة إلى تفعيل مؤسسات الدولة بحيث تخدم بشكل مباشر المواطن اليمني والمواطن بالذات في المناطق الجنوبية والمناطق المحررة. هذا ليس قائما الآن كما تعرفي منذ انطلاقة الحرب، منذ دخول التحالف العربي في معادلة الحرب، يعني تم يعني تمييع مؤسسات الدولة وتجنيبها عن الالتماس بالمواطن بشكل عام لسبب أجندة إقليمية بحتة، وهو يعني محاولة الاستيلاء على القرار السياسي والقرار السيادي والمواقع الاستراتيجية بالذات في المناطق الجنوبية ومناطق عدن وحضرموت وغيرها من المناطق. نحن الآن الرئيس متواجد في عدن، وهذا خطوة إيجابية دعا إليها الشعب اليمني منذ زمن طويل. الآن نحن بحاجة إلى تفعيل مؤسسة الدولة، وزارة الداخلية، ولا يستطيع نعم اسمح لي أستاذ إبراهيم عند هذه النقطة، يعني نعم طلب الجميع وجود القيادة الرئيس هادي والحكومة بوجودهم في عدن، ولكن ما الذي تغير على صعيد الحياة في عدن؟ يعني الاغتيالات ما زالت مستمرة، البنى التحتية لم تفعل، مؤسسات الحكومة لم تفعل، يعني نحن لم نطالب بوجود الرئيس هادي كوجود، يعني نريد واقع عملي لهذا الوجود. هذا هي النقطة الهامة، يعني الناس لا يتحدثون على مؤسسة الرئاسة وحدها، ولكن يتحدثون على مؤسسات الدولة، على ضبط الأمن، على التنمية، على توصيل الكهرباء والمياه، على يعني خدمات المدارس، على تفعيل العدالة، المحاكم، سلطات الضبط، العدالة، هذه كلها مضيعة تماما كما ذكرت سابقا. نحن بحاجة إلى تفعيلها. الرئيس الآن يجب أن يضع خطة كاملة متكاملة للمحافظات المحررة لكي يحس الشعب اليمني أنه يقف إلى جانب الشرعية الحقيقية، يقف إلى جانب استعادة الدولة والمؤسسات من أجل دحر يعني الحوثيون والميليشيات التي تتبعهم. هذا نحن ما نحن ما يدعي إليه الشعب اليمني. أنا في اعتقادي الجزء الأهم منها أن تكون قوات التحالف جزء من هذا التغيير، لكن للأسف الشديد هم يمولون يعني مؤسسات أو ميليشيات تتناقض مع خطط الحكومة، يقوضون كل ما تقوم به الحكومة لأهداف أصبحت واضحة للمواطن اليمني، وهو مصادرة موانئه وجزره ومطاراته لصالح الأجندة الخليجية، وهذا يتنافى مع الأجندة اليمنية. نحن إلى يعني إذا كان هناك حقيقة التحالف العربي أجى من أجل استعادة الدولة فليدعموا الرئيس الشرعي، فليقفوا دعمهم لتلك الميليشيات الخارجة عن النظام والقانون وعن الشرعية، والرئيس بحاجة إلى التواصل بشكل مباشر مع المجتمع الدولي، مع الدول الرسمية والدول في مجلس الأمن، والخروج عن الإطار الخليجي هذا الذي لم نجني منه أي ثمار أو لم يستفيد منه الشعب اليمني. نحن بحاجة إلى الخروج من التحالف الإماراتي السعودي والذهاب غربا وشرقا إلى الدول التي
ستدعم اليمنيين اقتصاديا وتنمويا وإنسانيا وأمنيا وكل ويساعدونهم على الأقل في الوضع الكوارثي الراهن. هذا ما يجب على الحكومة، لكن الرئيس يواجه كثير من التحديات كما تعرفين. هناك أجهزة أمنية وميليشيات داخل عدن تتصرف بكل شيء خارج عن نطاق القوى الأمنية، هناك اغتيالات يومية، وهذا أعتقد رسالة واضحة أنهم لا يريدون الشرعية في الداخل، وهذه أمور يجب أن تتحمل أو التحالف العربي أن يتحمل تلك المسائل بوجه أساسي وأولي، كونهم هم يعني من يتصرفون بتلك الميليشيات الأمنية، كونهم من يتواجدون في المناطق المحررة ويديرون الكثير من المعسكرات والسجون وغيرها. نحن بحاجة إلى نقلة نوعية حقيقية، أو أن يعلن الرئيس نفسه للعالم ما هي وللشعب اليمني ما هي المسائل التي تواجهه، ما هي المشاكل، لكي يعرف الشعب اليمني ما الذي يجب القيام به، وأيضا المجتمع الدولي أن يطلع يعني بمسؤولياته نحو الشعب اليمني وأن يفعل تلك القرارات في اليمن. لا نستطيع أن نتحدث على ميليشيات في الجنوب وهناك ميليشيات في الشمال ونتحدث على التحرير واستعادة الدولة، وكل ما هو على الأرض هو منافي لاستعادة الدولة ولاستعادة الشرعية ولضبط الأمن ولتحسين معيشة الشعب اليمني. إذن اسمح لي أن أقول حديثك هذا لضيفي عبر الأقمار الاصطناعي أستاذ أكرم. أستاذ أكرم، يعني سمعت الحديث أستاذ إبراهيم، فعلا لا وجود حقيقي للحكومة على الأرض. هناك ميليشيا موجودة في الجنوب كما الميليشيا موجودة في الشمال، لم تحرر فعليا عدن. لكن سؤالي، ألا تلاحظ أنه يعني منذ التحرير أو إعلان أن عدن محررة لا توجد أي مؤسسة حكومية أثبتت فاعليتها فعلا على خلال يعني سنوات التحرير الثلاث، من الملف الأمني، الاقتصادي، الطيران، الموانئ؟ لا شيء حقيقي نستطيع أن نقول أنه تم يعني إنجازه خلال هذه الفترة. أين مكمن الخلل برأيك؟ في العاصمة المؤقتة عدن، وخاصة بعد تحريرها، بعد أن تم تحريرها، كانت بدأت عدن تتعافى عندما عين الشهيد جعفر رحمة الله تعالى عليه محافظا لهذه المدينة. بدأ وهو من أبناء هذه المدينة، بدأ ينتشل هذه المدينة من الوضع المأساوي التي كانت فيه في أيام الحرب وما قبل الحرب كذلك. كان لديه مشروع تنموي لهذه المدينة ينتشلها من ما هي من الوضع المأساوي الذي كانت فيه. لكن بعد أن اغتيل الشهيد جعفر رحمة الله تعالى عليه وتعاقب المحافظين على هذه المحافظة، كل من جاء للأسف الشديد لا يعمل لهذه المدينة، لا يعمل لأن تنمو هذه المدينة، لا يعمل لأن تزدهر هذه المدينة. كل من أتى يعمل لمصلحته الشخصية أو لأفكاره التي جاء منها أو لتوجهاته السياسية، ولا يعمل لعدن لتكون عاصمة حقيقية لليمن الاتحادي. الخلل في العاصمة المؤقتة عدن أنه لا يوجد تفعيل حقيقي لأجهزة الدولة فيها. هناك شبه غياب للوزارات وبعض الوزراء ربما لا يداومون في بعض مرافق عملهم، وكل وزير من هؤلاء الوزراء يتحجج بموضوع واحد وهو أن الوضع الأمني غير مستقر وغير مستتب. فإذا على الحكومة الشرعية وعلى الرئاسة أن تضغط أولا في استتابة الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن. أعتقد أن إذا تحسن الوضع هل تتوقع أن تشهد عدن تحسنا على عدن المستوى بشكل الأمني نسبي، أن الأمور سوف تسير فيها بطبيعتها؟ نعم أستاذ أكرم، هل تتوقع أن تشهد عدن يعني تحسن على المستوى الأمني خلال الفترة القادمة، خاصة بعد يعني حديث رئيس الجمهورية بأنه لابد من تطبيع الوضع الأمني في عدن؟ أتمنى أن تتفق الحكومة الشرعية والتحالف على أن يستتب الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن. نعم، إذن دعني أعود إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني لو تساءلنا عن مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية في البلد، يعني لما تلاشى دوره إلى هذا الحد؟ قبل فترة كنا نسمع بأنه ربما سيعقد جلسة في العاصمة المؤقتة عدن، وبعد ذلك لا شيء.
أنا في اعتقادي أنه حتى نحن في حالة حرب أولاً، كل مؤسسات الدولة مضيعة، حتى المجلس النواب اليمني ليس متكاملاً. هناك للأسف الشديد ما يحصل في اليمن وفي عدن على وجه التحديد، هناك أجندة متناقضة، أجندة داخلية وأجندة إقليمية وأجندة دولية، وهذا يحول دون يعني إقامة مؤسسات الدولة ودعمها وإرساء نظم القانون والعدالة والاقتصاد. هذه هي المشكلة الحقيقية في اليمن، وهذه هي المشكلة التي يجب أن يعمل الشعب اليمني إلى جانب الشرعية من أجل إيجاد بعض الحلول. مشكلتنا في اليمن الحقيقية هو أن هناك نقول أن الشرعية ودول التحالف تحارب ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وفي نفس الوقت دول التحالف تدعم الميليشيات الانفصالية، وهما مشروعان متناقضان، يعني أقصد الشرعية ودعم الانفصال. إذا كنا يعني يجب أن نؤمن عدن، عدن أسهل منطقة في اليمن تستطيع الحكومة الشرعية ودول التحالف تأمينها ويعني دعم الأمن فيها إلى حد كبير، كونها منطقة جغرافية محصورة وتستطيع الحكومة إقلاقها بشكل كامل وتمشيطها و إرساء الأمن فيها. لكن المشكلة كما ذكرت هناك أجندة متناقضة لا تريد لا الأمن ولا الاستقرار في اليمن ولا في المنطقة ولا في عدن ولا في الجنوب ولا في المحافظة الشمالية. كل هذه الأجندة تستفيد من إطالة أمد الحرب في اليمن، تستفيد من التناقضات داخل اليمن، تستفيد من الميليشيات وصناعة الميليشيات وتقويض الحكومة الشرعية وإبقاء الحكومة الشرعية بهذه الطريقة الهزلية التي لا تستطيع لا الحكم بها من خلالها ولا تستطيع القيام بدورها نحن الشعب اليمني كسلطة يعني شرعية معترف بها داخليا وإقليميا ودوليا. يجب على اليمنيين، اليمنيين هم المسؤولين بالدرجة الأولى. المشكلة أيضا لدينا داخل الحكومة الشرعية طابور خامس يعمل بوجه التحديد لأجندة خليجية، وهذه الأجندة تتناقض مع إعادة الشرعية وإبقاء اليمن موحدا وإخراج اليمن من هذه الحرب، وهذا مشكلة جديدة. لكننا إذا كان هنا، إذا الرئيس تحرك وخاطب الشعب بشكل مباشر ما هي المشاكل التي تواجهه وماذا يجب على الشعب اليمني القيام به، أنا في اعتقادي بأن الداخل اليمني سيستجيب إليه والمجتمع الدولي سيستجيب إليه، ومن ثم نستطيع يعني الانطلاق نحو وضع أمني وسياسي واقتصادي أفضل. لكن هذه هي المشاكل الحقيقية في اليمن التي يجب أن نخرج منها. هناك يعني كما ذكرت الميليشيات الحزام الأمني في عدن لا تختلف تماما على الميليشيات الحوثية، وهي تتقمص استعادة الدولة والانفصال ويعني تحارب الشرعية كما فعلت ميليشيات الحوثي في صنعاء. هذا المشاريع يجب على التحالف العربي محاربتهما بالشكل متوازي كما يحاربون الحوثيون في صنعاء. نعم، إذا اسمح لي أستاذ أكرم وأنت أستاذ إبراهيم وكذلك السادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب. يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد ترحيبي بكم ضيفي العزيزين أستاذ أكرم وكذلك أستاذ إبراهيم. أعود إليك أستاذ أكرم. أستاذ أكرم، يعني برأيك ما هي دلالة التوقيت لهذه الاجتماعات؟ هل تسعى الشرعية لتمكين مؤسساتها؟ وهل ستقبل أبو ظبي بذلك؟ بعد 3 سنوات أو 4 سنوات من التحرير في العاصمة المؤقتة عدن،
أظن أنه كان من الأوجب بعد تحرير العاصمة المؤقتة مباشرة أن تتم هذه الاجتماعات وأن يتم هناك عمل حقيقي على أرض الميدان. نعم. لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. كان الرئيس هادي ليس على اطلاع عن قرب بالوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، لكن بعد اطلاعه على الوضع الأمني عن قرب في العاصمة المؤقتة عدن استدعت تلك الاجتماعات واستدعى ذلك الحزم، ورأينا تلك الكلمة التي سجلت وبثت عبر نشرة الأخبار في القناة الرسمية للرئيس هادي، كيف كان حازم في ما طرحه، وهناك كلام قيل كثير لم ينشر في وسائل الإعلام الرسمية. كان ينبغي لهذه الاجتماعات أن تتم منذ وقت مبكر، لكن كما قلنا أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. الآن المطلوب هو تنفيذ جميع تلك قرارات تلك الاجتماعات على أرض الواقع. الوضع الأمني شيء متدهور في العاصمة المؤقتة عدن، كذلك الوضع الاقتصادي اليوم مع تدهور الريال شيء مخيف جدا. اليوم الأسعار اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مرتفعة بشكل جنوني، حد الجنون، وليس هناك من الحكومة الشرعية من سوف ينزل إلى الأسواق لمراقبة الأسعار أو لضبط هؤلاء الصرافين أو لضبط العملة. للأسف الشديد كثير من الوزراء في الحكومة الشرعية لا يعملون بإخلاص مع الحكومة الشرعية، يعملون بإخلاص من أجل الراتب، يعملون بإخلاص من أجل الدولارات، ويعملون بإخلاص من أجل أن يجلسوا إما في الرياض أو في القاهرة أو في أماكن أخرى. نتمنى من الرئيس هادي أن يحزم في موضوع من لم يعد من هؤلاء الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن والوكلاء. وكذلك ينبغي للحكومة الشرعية أن يكون هناك تناسق في أدائها لكي تواجه الصعاب. نحن نعلم أن في العاصمة المؤقتة عدن الحكومة الشرعية والرئيس هادي يواجه كثير من الصعاب، سواء في الذين لا يرغبون تواجد الحكومة الشرعية، أو في الذين لا يرغبون تواجد الرئيس هادي، أو في الذين لا يرغبون أن تحتل عدن موقعها الريادي أن تكون عاصمة لليمن الاتحادي الكبير. للأسف الشديد نحن نرى في الحكومة الشرعية وزارة الإعلام تغرد في سرب، ووزارة التجارة والصناعة تغرد في سرب، وكل وزارة تغرد في سربها، وليس هناك عمل حقيقي في العاصمة المؤقتة عدن متكامل متكاتف مع جهود الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن. ينبغي للحكومة الشرعية، لرئيس الوزراء، لنائب رئيس الوزراء أن يشكلوا غرفة عمليات مشتركة في مجلس الوزراء. هل ستفيد هذه الغرفة؟ هل تعتقد أنها ستكون أحد الحلول فعلياً أستاذ أكرم؟ وجود غرفة مشتركة؟ بالفعل لما لا؟ إذا وجدت غرفة مشتركة من الوزراء المعنيين في موضوع الخدمات والأمن والاقتصاد وغيرها من الأمور، أظن أن الأمور سوف تحتل ونسبيا في العاصمة المؤقتة عدن. لكن أن تترك العاصمة المؤقتة عدن هكذا من دون محافظ لها عدة سنة وأكثر من سنة من دون محافظ، وكذلك الوضع الأمني فيها متدهور، أظن أنه ينبغي الحزم في هذا الموضوع وأن تشكل غرفة عمليات مشتركة من الوزراء المعنيين لإدارة هذه العاصمة المؤقتة عدن. أقل نعم. شيء إذن اسمح لي أستاذ أكرم مشرف للمناطق المحررة. نعم اسمح لي أستاذ أكرم أن أعود لضيفي سيد إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني جزء من سؤالي للأستاذ أكرم، يعني إذا ما تم فعليا ما أرادت له اجتماعات الرئيس هادي مؤخرا من بسط سيطرة الحكومة على منافذ الدولة وعلى سلطاتها فعليا، هل ستقبل أبو ظبي بذلك؟ هل تجد أنه يمكن السماح للحكومة الشرعية بممارسة مهامها الآن؟ أنا في اعتقادي أولا الحكومة الشرعية كما تعرفين تستطيع ممارسة يعني نفوذها على الأرض كونها هي الحكومة الشرعية وصاحبة الأرض، حتى وإن تتناقض ذلك تماما مع الإجهزة الإماراتية. نحن أصحاب الأرض، نحن أصحاب الحق، نحن أصحاب الشرعية. إذا كنا نتحدث على أن الحكومة يجب أن تفرض يعني قوتها ونفوذها على أراضيها وعلى يعني منافذها، فهذا من حقها ويجب أن يكون حق لا مساومة فيه. عندما نتحدث على أجندة الإمارات هذا شيء ليس لنا شأن فيه كيمنيين. نحن إذا كانت هناك علاقات بين الإمارات والشعب اليمني والإمارات والحكومة الشرعية يجب أن تكون هذه العلاقات
حسب المصالح المتبادلة والمشتركة، لا ليس حسب القوي والضعيف أو من له الحق على الأرض، وإنما أن تكون يعني علاقة أخوية مبنية على تبادل مصالح. هذا لا يوجد الآن. كما نعرف الإماراتيون لديهم أطماع في المياه الإقليمية، لديهم أطماع في السيطرة على الموانئ من الصومال إلى جيبوتي إلى إرتيليا إلى اليمن، وقد انتكسوا في كثير من المناطق كما حصل في جيبوتي وحصل في الصومال وربما يحصل في مناطق أخرى. يعني أجندة استعادة الشرعية واستعادة المنافذ هذا يتناقض تماما مع ما تسعى إليه دولة الإمارات العربية المتحدة التي ذهبت لإنشاء الميليشيات الانفصالية من أجل السيطرة على هذه المناطق والموانئ والمنافذ الاستراتيجية الهامة في اليمن. فلذلك استعادة الشرعية واستعادة قواها والسيطرة على المنافذ يتناقض مع الأجندة الإماراتية، وستحاول عرقلة الشرعية كما هو واضح في كل ما تقوم به من خلال تلك الميليشيات من تقويض عمل مؤسسات الحكومة، إيقاف المسؤولين، دعم الميليشيات، نقلهم بطائرات إلى الإمارات واستقبالهم كأنهم الحكومة الشرعية. وهذا مشكلة حقيقية يجب أن تواجه الشرعية اليمنية وأن يواجه الشعب اليمني. هل السؤال هو هل يعني ستبقى الإمارات متواجدة بشكل حقيقي في اليمن وفي الجنوب؟ لا أعتقد على المدى الطويل. نحن الآن في حرب وهناك ضعف في الأداء الحكومي وهناك تمويل حقيقي لتلك الميليشيا التي تنفذ الأجندة الإماراتية والسعودية في المناطق المحررة، وأنا لكن في اعتقادي لن تدوم طويلا إذا رهنت الإمارات على هذه الأجندة وهدفها فقط هو السيطرة على الموانئ وعلى المطارات اليمنية، فأنها ستفشل في الأيام القادمة ولن يكون لها أي شراكة حقيقية في اليمن ولا حتى تبادل مصالح إذا مارست تلك الأعمال وواصلت بدعم الميليشيات التي تقوض الحكومة الشرعية من أجل يعني احتلال المناطق والموانئ اليمنية. إذا كانت الإمارات حقيقة تريد الحفاظ على مصالحها في اليمن فليأتي ذلك من ضمن الحكومة الشرعية، فلترفع دعمها للميليشيات التي تقوض الحكومة الشرعية. لن تحكم اليمن من قبل الميليشيات لا الحوثية ولا الانفصالية، ولن يسيطر على منافذنا وموانئنا ومطاراتنا أي قوة مهما عظمت ومهما كانت ومهما تواجدت الآن على الأرض. فلذلك ندعو الخليجيين على وجه التحديد السعودية والإمارات إلى مراجعة دعمها لتلك الميليشيات في اليمن، إلى مراجعة مشروعها في اليمن أن يكون مبني على تبادل مصالح مشتركة وليس على فرض أجندة على اليمنيين، وبالذات في لحظة ضعف الحكومة الشرعية والحرب الذي يقوده الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها. أنا في اعتقادي أن الرئيس لديه القوة وهي قوة الشرعية وقوة يعني التي تمده من قبل الشعب واعتراف مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بهذه الشرعية، لكن مشكلتنا أيضا هو في أداء الحكومة والطابور الخامس الذي يوجد داخلها الذي يطبق الأجندة الخليجية والإماراتية مقابل حفنة من الأموال على مصالح اليمنيين وعلى مصالح يعني أرضهم ومستقبلهم واقتصادهم وسيادة أرضهم. فلذلك يجب مراجعة هذه الملفات، والرئيس يستطيع لو خرج أن يخاطب اليمنيين كما ذكرت مرارا وتكرارا بالمشاكل التي تواجهه وما يجب على المجتمع الدولي واليمنيين القيام به، فسيجد كل اليمنيين والمجتمع الدولي إلى جانبه وستتقوض كل الأجندة التي لا تخدم الشعب اليمني والتي هي ضد استعادة الشرعية وضد اليمن الموحد وضد ضد الفدرالية في اليمن. فلذلك نحن بحاجة إلى أن نسمع من الحكومة الشرعية، والشعب اليمني سيدعمها بكل ما يجب الدعم التي يعني الدعم الذي هي بحاجة إليه. وأنا في اعتقادي أنه في آخر المطاف سينتفض اليمنيون ضد كل الأجندة الداخلية والخارجية التي تتعارض مع مصالح الشعب اليمني وإقامة دولته العادلة والمبنية على النظام والقانون والمبنية على المساواة والمشاركة في السلطة وفي الثروة. مهما طالت هذه الحرب، مهما تكاثرت الأجندة، لكن الشعب اليمني أنا في اعتقادي في آخر المطاف هو سيكون سيد الموقف. لكن مشكلتنا الآن هو الأجندة الخليجية في اليمن، الأجندة الإماراتية، وأيضا الطابور الخامس الذي يعمل من ضمن الشرعية لتنفيذ تلك الأجندة، وهذا كل هذا يتنافى مع مشروع اليمن الجامع، مع مشروع الفدرالية، مع مشروع استعادة الدولة، مع مشروع بناء قوة اقتصادية في أهم موقع استراتيجي في العالم وهو الرقعة الجغرافية اليمنية.
نعم، إذن أستاذ أكرم، لو سألتك عن قراءتك لمستقبل الشرعية مع التحالف السعودي الإماراتي في ضوء المعطيات أو القرارات الأخيرة بشأن الملف الأمني، كيف ستكون؟ دعيني أكون متفائل في هذا الملف لنبدأ صفحة جديدة. نتمنى أن تكون هذه الصفحة الجديدة بعد اجتماع الرئيس هادي بالأمس مع مندوبي التحالف العربي ممثلا في المملكة العربية السعودية، وكذلك ممثلا في قائد القوات الإماراتية في العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك مع وزير الداخلية وقائد الأمن القومي وقائد الأمن السياسي. نتمنى أن يكون هناك أمن حقيقي في العاصمة المؤقتة عدن للجميع، للحكومة الشرعية، للمواطنين، لقوات التحالف في العاصمة المؤقتة عدن. هذه أمنيتي وهذه أمنية كل الناس البسطاء في هذه العاصمة المؤقتة عدن الذين أرهقتهم هذه الاغتيالات وهذا الوضع الأمني المتدهور. نتمنى أن يكون هناك حزم في هذا الجانب. نتمنى كذلك من الأطراف التي تصارع الحكومة الشرعية، نقول لهم صارعوا الحكومة الشرعية في الإطار السياسي المعقول، بعيدا عن الصراعات الأخرى، الصراع الاقتصادي، تعطيل في الاقتصاد، التعطيل في الملف الأمني، لأن كل ذلك نتائجه سوف تكون على الحكومة الشرعية وعليكم أنتم، وقبل ذلك سوف تكون نتائجه على الشعب هذا المغلوب الذي قد طفح من كل هذا الوضع المتدهور للأسف الشديد في العاصمة المؤقتة عدن. نتمنى أن يتحسن الوضع، ونتمنى من الرئيس هادي أن يحزم في موضوع الملف الأمني وأن تعاد هيكلة الجهاز الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، وأن يبنى على أسس أمنية صحيحة وعلى رجال يخدمون هذا الأمن ويخدمون أمن العاصمة المؤقتة عدن والمواطنين فيها. نعم، إلى أي مدى برأيك يمكن القول أن هذه الإجراءات والخطوات الأخيرة قد تكون يعني خطوة أولى على طريق استجابة للمطالب الشعبية بدعم حضور الدولة؟ نعم، لم أسمع السؤال. نعم أستاذ أكرم، سألتك إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الخطوات الأخيرة التي قام بها الرئيس هادي هي يعني بداية الطريق لاستجابته لمطالب الشعب بتأكيد حضور الدولة وفعاليتها؟ نتمنى أن يكون الاستجابة سريعة وفعلية، واليوم رأينا مدير الأمن في العاصمة المؤقتة عدن يلتقي بوزير الداخلية، كذلك وزارة الداخلية وجهت بالحد من الانتشار من الدراجات النارية، وربما تكون هناك خطوات أمنية قادمة في العاصمة المؤقتة عدن لحفظ الأمن والاستقرار فيها. هذا ما نتمنى، ونتمنى كذلك من التحالف العربي أن يسند وزارة الداخلية وأن يسند الحكومة الشرعية في استتابة الوضع الأمني، وأن تكون هنا غرفة عمليات مشتركة لضبط النسق الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، لكي يعيش الناس في هذه العاصمة في هدوء واستقرار وأمن، ويأمنوا فيها على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى ممتلكاتهم. نتمنى الإجراءات السريعة والحقيقية والفعلية في العاصمة المؤقتة عدن، الفعلية وليست الشكلية، لأن هناك ربما بعد كل حادثة اغتيالات أو اجتماعات نرى انتشار أمني ونرى بهرجة أمنية، لكن ليس هناك عمل أمني حقيقي. نتمنى بعد اجتماع الرئيس بالأمس أن يكون هناك عمل أمني حقيقي يضبط الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أكرم البجيري الإعلامي والناشط السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. الشكر كذلك لك أستاذ إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك، والشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.